ونقول إذا كانوا يريدونها صفقة لإنهاء القضية الفلسطينية، فصفقتنا نحن هي المقاومة بكل أشكالها التي يمكنها أن تصنع النصر، وصفقتنا هي أبناء أمتنا وأحرار العالم الذين يمكن أن يواجهوا هذه الصفقة. نحن نعتبر أن من يسير على خطى ترامب ونتنياهو هو خائن لهذه الأمة، خائن لتوابتها، خائن لمقدساتها، ويجب أن يعلموا جميعا أنهم كذلك إذا أرادوا أن يشاركوا، ومنهم الذين يمكن أن يشاركوا فيما يسمى بورشة المنامة.